السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب يكون الجميع بخير يا رب، ويسعد صباحكم لو عندكم صباح، ويسعد مساكم لو عندكم مساء. رحلتنا النهاردة يا جماعة تكملة الرحلة اللي فاتت، واحنا قلنا ان احنا ان شاء الله في كواليس في الرحلة ديت، فبإذن الله واحنا بنتفرج على السماء ان شاء الله هنحكي لكم الكواليس اللي كانت بتحصل معنا. طبعا انا كنت مصاحب في الرحله ديت اخويا المحترم حمدي العربي، صاحب قناه سيد الغله مع حمدي العربي. حمدي اخ فاضل، يعني جاري، هو ابن بلدي، بيته قريب من بيتي، يعني مش جاري. المهم يعني اعتبرهم احنا اولاد منطقه واحده اسمها ابو الريش، متقسمه بقى ايه مناطق. حمدي راجل محترم، تعرفت عليه انا من اكتر من سنه كده. اول رحله طلعناها مع بعض كنا طالعين تسقيط، كنا طالعين على غزيله وعر، كان معايا مركب كبير، فكنا احنا طبعا كل الايه الجروب بتاعنا كان واخد المركب كله، فكنا طالعين على الغزيله. طلعنا الاول على الغزيله شويه وكملنا على الايه على الوعر. ربنا كرمه في اليوم دوت ما شاء الله، خد 4 وقرات أو 5 وقرات على البركة، يعني ايه كل واحدة فيهم فيها بتاع 2 كيلو. بسم الله ما شاء الله عبى الجرابندية اليوم ده، كان رزقه كده. من ضمن حتى السمك اللي خده، اخد سمكة دي انا ضربتها والصنار بتاعي قطع فيها، نزلت راحت واكلة الطعم بتاعه، فطلعها. بعد ما طلعها لقينا الصنار بتاعي ولقينا صنار تاني في بطنها، سبحان الله رزق. مختصر الكلام يا جماعة، ان رحلات الصيد دي مش زي ما انتم ما بتشوفوها كده في الفيديوهات، بيبقى ورا منها كواليس كبيرة جدا 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 فوق ما تتخيلوا يعني. طبعا بيبقى ساعات في كواليس مضحكة، كواليس مزعجة. في الاول وفي الاخر احنا كصيادين لازم ايه يبقى عندنا صبر وعندنا ساعة صدر وبالنا طويل، لان الهواية دي بتعلمنا الحاجات دي. طيب نقول بقى الكواليس بتاعتنا، واحنا برضو ايه بنتفرج كده مع بعض على السمك الحلو ده ان شاء الله. طبعا نوعدكم ان شاء الله الفيديو ده كله سمك باذن الله. يعني اول الكواليس بدأت معايا بايه، جيت طالع من البيت، من بص لقيت عود الصب اللي انا هنشتغل بيه، لقيت الدبل بتاعته متكسرة، مش عارف حصلت ازاي، جت ازاي، خدت اول صدمة كده، فاعتمدت على الله. كان سبحان الله لأول مرة ناخد معايا امير اللي هو اللزق ده في السك. قعدت على فحطيت العيدان في العربية ومشينا، خدنا الناس اتجمعنا انا وحمدي، جينا حطينا غاز بنزين يعني، وطالعين على الكوبري اتلخفنا في الطريق. ده يقول لي انت كده ماشي صح، وده كل انت ماشي كده غلط. المهم في وسط الطريق راحت العربية ايه عطلانة مننا، فصلت غيرات. طب هنعمله ايه؟ واحدة واحدة سيسنا الموضوع، ربنا كرم وتسهل علينا ومشينا. طب الله كريم، ادي كده ايه تاني صدمة. خدنا بعضنا برضو وطلعنا على المركب، ربنا سهل، لقينا ايه المركب مش بالعادة ان يبقى عليها العدد ده، لقينا 5 افراد ناس اول مرة نتعرف عليها، بس الحمد لله ربنا كرمنا يعني، وكانت ناس ايه زي العسل، فمش ده العدد اللي احنا كنا متفقين عليه. طلعنا، ربنا يرزقنا كده. عايز نقول لكم بقى على كمية الوعر وكمية الرصاص اللي ضاعت مني. اول مرة في حياتي نضيع كمية الرصاص دي، واتقطع مني 3 مضاور، يعني مش رصاص بس وسبح بس، لا بقى الخيط يقطع من فوق ويقطع من تحت، لدرجة ان احنا من كتر اللي كان بيحصل لنا بقينا نقول ربنا يغنمنا السلامة ونوصلوا بيوتنا على خير بس. ولكن الحمد لله رب العالمين برضو بالصبر وبالتفاؤل وبالامل يومنا عدى جميل، وربنا كرمنا ورجعنا متوفقين. فده برضو ايه يعتبر درس لاي صياد مهما كان يحصل له،
لازم يخلي فيه تآمل ويخلي فيه تفاؤل ويتمسك بالأمل ويضحك ويقضي يومه كويس. مش هنطول عليكم بقى، نسيبكم بقى مع الكواليس ومع الأحداث، هتشوفوا انتوا بقى الخيط بقى ايه، غير بقى الرصاص اللي اتقطعوا الكلام من ده. عايز نقول لكم يمكن كل رمية اتنين يجيبوا بعض، من ضمن حتى السمكية الكبريتة اللي احنا خدناها ديت، هي سمكية مش كبيرة يعني، بتاعت كيلو ونص تقريبا او اقل او ازيد يعني، انا على حسب عيني. السمكة دي قعدت تلف تحت المركب، خدت خيطان المركب كلها على بعضها. دي من ضمن برضو الايه الحاجات اللي كانت بتحصل. فالحمد لله على اي حال، خليكم معانا ان شاء الله الفيديو هيعجبكم. طبعا فضلا وليس امرا، لو الفيديو عجبكم تدعمونا بلايك، واللي حابب يتابعنا يشترك عندنا في القناه عشان يوصلوا اي جديد مننا باذن الله. تحياتي ليكم، احلى رحاله تبارك الله من اخوكم سامح الخالقه، من منورات رحاله. يا كريم يا رب، يا كريم يا رب، يا كريم يا رب، يا كريم يا رب، يا كريم يا رب. معنا التلفزيون النهارده ده منظر، يا كريم يا رب، يا كريم يا رب، يا كريم يا رب. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، صل على النبي. قشطة يا عمدة، ربنا يبارك لك يا عمدة. اضحك بقى للكاميرا يا عمدة. ما شاء الله ما شاء الله، يا مسهل الحال، يا مسهل الحال، ده شكلها حلوه دي ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. جفت. ايوه ليه؟ صل على النبي، صل على النبي، شكلي جاي، صل على النبي عليه الصلاه والسلام. بيبلع. ما انا اول لما صلاح بلعت معايا قلت بس كده. اه ماشي، اللي جاي اللي جاي. جايبين بعض النهارده، يا مسهل الحق. المهم خدنا احنا ان احنا معانا سلحة. عسل عسل ما شاء الله، عسل. الله ينور عليك. صلى الله عليه. احلى كلام يا عم، احلى من السمك. عم ايمن طالع موت. انا قلت لك حاجه يا عم الحاج، هو كله اكل اكل، مفيش دعاء؟ لا في دعاء طبعا. نتصور والله. لا يا شام مين، هي كده كده الشمس هتبوظ الفيديو اصلا. اللهم صل عليك يا نبي. الناس دارت اهي. هو بيجمع. يا مسهل الحال. ايه يا عم، ايه عايز ايه؟ انت شايف ايه يعني؟ فارم للعشوري، عايز سمك، ايه اللي عايز ايه؟ فين هو ده؟ فارم للعشوري، فارم فارم فارم. ايه ده عشوري فارم؟ ويا بنتي جبلك يا بشتي، ما شاء الله. برضه سردين يا جماعه، برضه سردين، شغال شغال. ما شاء الله يا مسهل الحال، حاجه حلوه يا استاذ سامح. ان شاء الله ان شاء الله يعني كف كده يا مسهل الحال. احنا لسه مغيرين المكان يا جماعه، ويا مسهل الحال يا رب، استفتاحها زي العسل يا. ما شاء الله. السردين ده يا جماعه، سردين يا باشا، ممكن توضح لنا؟ سردين مملح يعني، متقطع كده بنفس الطريقه دي، نفس الطريقه دي كده، شربوش حلو يعني. ما شاء الله هو ده. صباح الصحه الحمد لله ما شاء الله الحمد لله. وين انا عندي ده؟
معلش انا كنت بصور بس ما خدتش بالي والله. ده انا والله بارك لك عشان عامل لك صور هنا يا ابني. خد صور انت. جماعه الصايره اللي عندك عامله الظرف. يلا بينا يا شرغيشك يا شرغيشك يا كريم يا رب. ايوه يا ابو صلاح يا يا كيمو. مش عارف والله بس القصه دي كده مش سهله. رايح لك ايه؟ ما فيهاش تريحه دي. شكلها فاضيه. يا عم حلو يا مسال ان شاء الله. احلى كريم والله حبيبي سعد الباشا حبيبي استاذ سامع. يا جماعه كريم هو اللي مظبطنا النهارده والله. انت حبيبي يا باشا. ربنا يحفظك. الله يبارك فيك. اللهم صل عليك يا نبي. اللهم صل عليك يا نبي. صل على النبي. صلي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. سعد شيخ شيخ عشان لنا الخيط ده عشان خيط معاك في الميه خالص جنب لو فوق سبعه. ايه يا سعد فين؟ انا معكش حاجه يا سعد خالص؟ لا معايا باربع كوره بس جايبه كده. ابن انا؟ لا مش انا. ايوه برد اهو بس مش انا. طب اطلع كده. الله ينور ابو عمر. حمد اسد السمك بالغله مولعها. الله اكبر. صلاه النبي يا ابو العربي. صلاه النبي. ثاني واحده يا على التوالي لو ايه على البركه بيجيب لنا جنب ما شاء الله لا قوه الا بالله. يا مساء الحال. اللهم صل على النبي. طب هو الاولاني فين حمدي بعد اذنك؟ ورولنا كده. صلاه النبي. صلاه النبي ما شاء الله اهو اهو ما شاء الله. مربونة جميلة هي. يلا صلى على النبي. هو ده اللي ضربك. ايوه مقطوع منه النصيب. دي حاجة حلوة دي بقى. اه يا موسى هو برضه حلو. الدكتور حلو والله جميل ما شاء الله ما شاء الله. الله كريم. صلاة النبي ما شاء الله. حياة محترمة. الله يبارك في رزقك اكتر. ما شاء الله ما شاء الله. الله شكلها ميزة. انا حسيت يا مسال اخر. خلي بالك انت الخيط اتسحب منك. ايه اللي حصل يا عم؟ انت سرحان. يا سلام الخيط اتاخد منك وانت. الله ينور استاذ سام حبيبي حبيبي. طبعا ما شاء الله. ايه دي يا باشا عرفني. لا شرغوش 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 ما شاء الله. لو خيطك كان محرم ابو صلاح بقى يا جماعه. بص كل شويه يرجع ويجي يضرب سمكه كده. السر بقى هنا في الترجيع يا جماعه. ايوه بيرجع ما يطلعش. صلاه النبي. 4-4-2 4-4-3. تعالى يا بنت العب ابو صلاح. يرجع ويشتي. لا 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 في ترجيع الجليس ما تعرفوش. ترجيع احنا بنقول ايه؟ طب اتنين بس.
هو بقى الطالع اللي عايز كده يا عم. وبعدين هي طالعة رفيعة، أنا حاسس بيها إن هي رفيعة، طب هطلع ليه بقى؟ حتى طالع عايز كده. يا مساء الحال، يا مساء. يا ثاني جايبين بعض ولا إيه؟ ما جيت سمك. أنا فاكر جايبني. السمكة بتاعتي. حلو ده. بصوا يا جماعه سيبوا سنه بس اللي هو ايه معلق ورا احلى سنينه دي وقاسين على السيجاره يا جماعه. انا كده كده مندخن يعني. صلاه النبي. يوم الجميله كريم ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. الله ينور يا باشا. احنا كده شغالين على عمق كام كده يا استاذ حسام؟ 30 30 35 طيب. احنا بنعرف الناس بس. الله ينور عليك يا كيمو حبيبي يا باشا. اوه عمال اشتري من تحت. خش يا ابو صلاح. بعت لهم فضه. يا كريم يا رب. وطلع مشوى حجايب. طلع مشويه؟ صلاة النبي، صلاة النبي. اهو ابو جوح اهو. ده طلع مشوي؟ ده اتحرق. اي خوفي. صباحك فل، صباحك ورد، الله يزيدك ويبارك لك يا رب. الله كريم يا رب. الله كريم. ايوه 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 هندسه. صباحك فل يا رب يا كريم. ايوه ما تقولش عشان الحسد. توكل على الله. انا شيخ اهو يا جماعه. تاني استفتاح ده ليا انا بالنسبه لنا ان شاء الله. يا مساء. يا مساء. يا كريم. صلاة النبي يا ريس طارق. صباحك ورده يا ريس طارق. الله كريم. الله يبشرك بالخير يا رب. بلاش النطعه دي يا حمدي ثبت ايدك. خلاص انت هتشده كده طبعا. ارمي بس دي حبيبي. طب ما عاملين انا يا جدعان. ثبت ايدك يا حمدي بلاش النطعه دي. صلاة النبي حمدي، صلاة النبي عربي. صلاة النبي ما شاء الله لا قوة الا بالله. معاك يا حاج. الله يبارك فيك. يلا نهارك ورد. خلاص ان شاء الله. هو ارمى والثاني هتجيها خلاص. طبعا يا شباب ان شاء الله الحمد لله رب العالمين دي نهايه الرحله بتاعتنا. في رحلات كده بتبقى دمها خفيف ورحلات بيبقى فيها كواليس. الحمد لله على اي حال احنا عندنا كواليس صعبه النهارده. هنبقى نقولها في الوصف ان شاء الله. عندنا عربيه باظت وعندنا فاكهه باظت. تعبت مننا والمكان والحمد لله. الحمد لله على اي الحمد حال لله. ولكن الحمد لله خدنا سمك. طبعا في ناس برضو يعني ما خدتش سمك قد كده. بالنهاية نحمد الله على اي حال ونشوفكم ان شاء الله في حلقة جديدة من منوعات رحابة. كان معكم الاستاذ سعد اخويا حمدي العربي. ايوه ايوه عمدة ابو صلاة نايمة. عم صلاح عايز دينيس يا جدعان واحنا ما خدناش دينيس النهارده. بس الحمد لله خدنا بربون كبير وخدنا حاجات حلوه. الدخله دي فيها دينيس احنا ما خدناهوش. اه يلا الحمد لله على اي حال.